طبيعة التفاهمات السعودية الحوثية لإنهاء الحرب في اليمن؟ وما علاقة وصول قوات سعودية إلى عدن بما يحدث جنوباً؟ هل بدأت السعودية رحلة البحث عن مخرج الطوارئ من اليمن؟ أهلاً بكم. يتساءل الكثير عن طبيعة الدور السعودي في اليمن، وما هي المآلات التي ترسمها اللحظة عن الحرب؟ بل وما هو منطق تعامل المملكة مع جارتها اليمن؟ تأتي هذه التساؤلات على خلفية الحديث عن تفاهمات سعودية حوثية لإنهاء الحرب في اليمن. فبعد أن كان هدف التدخل السعودي هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، باتت السعودية وبعد 4 سنوات تناقش إمكانية وقف الحرب على حدود السعودية الأعلى تسليحاً والأقوى ترسانة في أسلحتها والتي تقود تحالفاً من 10 دول، باتت اليوم أقل أمناً وأكثر عرضة للاستهداف. لكن هذه ليست جوهر المشكلة، فالشرعية هي الأخرى تعيش خللاً في أدائها وإدارتها للبلاد نظراً لوقوعها في عزلة عما يحدث في البلاد. وباتت الشرعية القابعة في الرياض عبئاً على اليمنيين، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها عدن في الآونة الأخيرة، فيما تدير السعودية صراعها بمعزل عن الشرعية ذاتها غطاء هذا التدخل. بعد كل هذه الأحداث الآن، كيف يمكن فهم ثنائيات السعودية والحوثيين، السعودية والشرعية؟ بات هاجس السعودية البحث عن مخرج طوارئ من ورطة الحرب في اليمن. هذا ما تؤكده التقارير التي تتحدث عن محادثات سعودية حوثية توشك أن تنتج اتفاقاً لإنهاء الحرب بين الجانبين. منذ تدخل التحالف الذي شكلته السعودية في اليمن، ظنها اليمنيون حرباً خاطفة لن تستغرق أسابيع قليلة أو شهراً إذا طال أمدها. كان السعوديون يؤكدون ذلك، خصوصاً بعد إعلان التحالف تحييد سلاح الجو اليمني الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على الدولة اليمنية. لكن السعودية اليوم وبعد نحو 5 سنوات من تلك اللحظة باتت تتحدث على استحياء عن مفاوضات بينها وبين ميليشيا الحوثي لوقف استهداف أراضيها ومصالحها بالصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية. بات الخلاص هو غاية الغايات السعودية، وأبعد ما يكون عن أسباب ومبررات تدخلها في اليمن، وأصبحت ميليشيا الحوثي تخوض حربها الخاطفة على المواقع الحيوية في العمق السعودي على عكس ما كان متوقعاً. السعودية أساءت استخدام قوتها العسكرية وفشلت في إدارة الحرب، ولم تعد تملك القرار على الأرض، والشرعية التي تمثل غطاءً شرعياً للتحالف باتت مسلوبة القرار في فنادق الرياض. 5 سنوات إلا قليلاً لم تعد الحرب هدفاً لإيقاف الأطماع الإيرانية كما رددت الرياض دائماً، فطهران لم تعد بحاجة للحوثي بعد أن ضربت صواريخها عمق القوة السعودية دون مواربة، كما لم تعد الحرب من أجل إعادة الشرعية التي أخرجت تحت أعين الرياض من عاصمتها المؤقتة وأعقبه قصف قواتها عندما حاولت العودة إلى عدن. يقول مراقبون إن الحرب لم تعد مجرد استنزاف لاقتصاد السعودية، بل تجاوزت إلى تهديد مكانة المملكة وهيبتها وإلحاق الضرر ببنيتها الاقتصادية والحيوية، وهذا ما يجعل الرياض تبحث جادة عن مخرج آمن من الورطة التي أوقعت نفسها داخلها. تتساقط الأوراق التي كانت تستر جسد الشرعية المترهل واحداً بعد آخر، وقريباً ستصبح الرياض مأواً نهائياً لهادي وحاشيته. هذا إن لم يكن من ضمن بنود الاتفاق الحوثي السعودي تسليمهم جميعاً للحوثيين، فقريباً لن يكون بمقدور الرياض تحمل نفقات بلا مصالح. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد البقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبر سكايب من أمستردام، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد البقي. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. وإذا كيف تقرأ المشهد الجان المشتركة بين السعودية والحوثيين وتواصل عالي المستوى؟ هل تعتقد أن السعودية والحوثي بصدد ترتيب اتفاق فيما بينهم؟
أعتقد أن ما زلنا تحت الاستراتيجية التي رسمت من الإمارات والسعودية بموافقة أمريكية بريطانية، لأن صحيح أن هناك خسائر، أن هنالك الحوثيين يستهدفون مواقع حيوية، وهذا طبيعي ناتج عن تأخير المعركة العسكرية، ناتج عن يعني فهم طبيعة المعارك. لكن حتى الآن ما زلنا في خطر، لأن إجراء محادثات مع الحوثيين دون علم السلطة، إجراء محادثات مع مصادرة حق السيادة اليمنية، حقها الأصيل، حق السلطة الشرعية الأصيل في ممارسة السيادة، يعني أننا أمام خطرين اثنين. الخطر الأول أننا أمام سلطة شرعية تفتقر إلى هذا الحق الأصيل، سلطة شرعية خارج المعادلة التفاوضية وخارج المعادلة العسكرية ومسلوبة القرار. العنصر الآخر، الحوثيين يدخلون في حوار ثنائي، وهذا الحوار الثنائي يبدو أن السعوديين ليس مخرج طوارئ بل مدخل إلى جهنم، لأن يحلمون السعودية أنهم سيتوصلون إلى وقت إطلاق النار، وقت الضربات، وبالتالي سيقومون ببث الأموال لشراء القبائل والرموز. الحوثيين مشروع عقائدي مرتبط ارتباطا شديد بإيران وباستراتيجية إيران في المنطقة، على السعودية أن تفصل بين ملكيين الستينيات وبين الحوثيين الامتداد المتغير عقائديا وسياسيا. العنصر الآخر مرتبط في المناطق الجنوبية، حتى الآن ما زالت الأجندة الإماراتية مستمرة، وإن سلمت المواقع للسعوديين، لأن في الأخير ليس المفروض أن تستلم السعودية المواقع والمؤسسات. المفترض وفقا للشراكة وفقا لدعوة التحالف الذي يسيطر على المؤسسة السلطة الشرعية، المفترض بالتالي الآن يتهيأ للسلطة الشرعية وتحاول توهمنا السعودية والإمارات أنها سلمت المواقع للسعودية، لكن هناك 90,000 من الميليشيات، هناك كيانات سياسية وميليشيات تتبع الإمارات، وبالتالي صاحب القرار تلك الجماعات التي لها أجندة سوف تنتفض بعد وجود السعودية، سوف تقوم بالاحتجاج والاعتصام والمطالب بفك الارتباط. عبارة أن المشروع ما زال قائما، هناك حوار مستقل بعيد عن السلطة الشرعية في مع الحوثيين في صنعاء والمناطق المهيمن عليها الحوثيين، وهناك فاعل غير الدولة في الجنوب لم يتم عودة السلطة الشرعية لها أو إضعافه، بل تم الاعتراف به من خلال محادثات جدة، سواء كانت تلك المحادثات أدت إلى توقيع اتفاقية أو لا. هذا الحضور والمشاركة قد منح انقلاب المناطق الجنوبية شرعية حضور وشرعية إقليمية كطرف من أطراف النزاع، وبالتالي حتى الآن نلاحظ أن المخطط رغم الخسائر، رغم الحديث أن نعم السعودية ليس لها استراتيجية خروج بمعنى اكزيست استراتيجي، لا، السعودية صحيح في ورطة، ولكن ما زال المخطط المرسوم لليمن يسير صحيح بخطورة. ما زلنا الهوية اليمنية منقسمة، الهوية والجغرافية الوطنية قابلة للتشظي، ما زالت السلطة الشرعية أضعف الأطراف، ما زال اليمن رخوا، وما زال نعم، الشعب اليمني وعند هذه يعاني. النقطة وبالتالي دكتور، الآن نحن أمام معركة إقليمية وليس معركة بين القوى. نعم عند هذه النقطة مسألة ضعف الشرعية، يعني نستغرب الحديث عن تفاهمات أو تقارب بين السعودية والحوثيين ونتساءل أين هي الشرعية؟ يعني ألا يفترض أن تكون هي الأساس في أي تفاهمات قادمة، هي الحاضرة في المشهد؟ لما تتصدر السعودية التفاهمات مع الحوثيين؟ نحن نعلم أن السلطة الشرعية تكاد تكون غائبة حد الاختفاء، فقط نحن نتحدث عنها لأننا نعتبرها خط مرور عابر ونحافظ عليها، لأن البدائل منعدمة. ولهذا السلطة الشرعية كان بالأحرى بها أن تتخذ أول قرار، حتى مهما كانت الضغوط السعودية، وكانت رسالة، ستكون رسالة عملية للإمارات عندما تنهي مهامها في اليمن،
ورسالة للسعودية أن تعيد حسابتها، لكن هذه السلطة الشرعية قبلت بانقلاب آخر في الجنوب، خضعت لضغط السعودية في إجراء حوار مع جماعة انقلابية في المناطق الجنوبية، خضعت لضغوط السعودية في البقاء في فنادق الرياض، الآن تتحمل هذه المسؤولية. كما قلت، علينا أن نغير في مراكز صناعة القرار. الآن إذا استمرينا بالحديث عن السلطة الشرعية ونحن نعلم أنها فاقدة الاقتدار، الآن على الحركة الوطنية أن تتحرك في الداخل. تقولي كيف نحن بحاجة إلى مبادرة وتعبئة الجماهير للتعبير؟ نحن أمام خطر شديد. حتى الآن الذين يتوهمون أن السعودية خسرت وأنها ستخسر، صحيح هنا خسر هذه معركة، لكن اليمن مهدد بالانقسام، اليمن مهدد بالوصول، يعني خسارة إلى اليمن أكبر من خسارة السعودية. الحوثيين والإمارات بإيجاد حكومة وحدة وطنية، و السعودية لم تخسر. السعودية حتى الآن صحيح أنها لها خسائر، بس هي تنظر إلى المدى البعيد. هي تريد المناطق الشرقية، هي تريد يمن ضعيف ومجزأ، هي تريد أن تهيمن على النخبة القادمة، وتريد أن تهيمن على النخبة الحاكمة في المناطق الشمالية والجنوبية. بالتالي الخاسر الوحيد نحن، وبالتالي الاستمرار، يعني صحيح أنها تدفع خسائر، صحيح أن هنالك سمعتها كدولة قائدة للأمة الإسلامية ضعفت، صحيح أنها لم تستطيع أن تنتزع ميليشيات، فكيف الحال في إيران؟ لكن دعنا ألا يعني نتحدث عن هذا بأن السعودية تخسر. كيف نحن الآن يهمنا كيف يمكن إعادة المبادرة إلى النخب وإلى الجماعات الوطنية لتخلق تعادل. الآن السلطة الشرعية سلمت سيادتها، السلطة الشرعية لم تعد يعني لها قرار، والدليل على ذلك هي أصدرت قرار بإحالة بن دغر إلى المحاكمة والآن تعينه مرة أخرى. هي تحدثت عن الإمارات ثم تركت الأمر. يعني نحن أمام تتخبط يعني مرة استراتيجية ضعف حد الاختفاء. بالتالي ينبغي، صحيح فاقدة، هي تخضع للضغوط الإقليمية وغير قادرة على أن تدير شؤون الدولة والمجتمع، واستمرار بقائها في الرياض كما رسم لها مهمتها تسليم السلطة إلى الفاعلين غير الدولة في الشمال والجنوب. كيف وهذا يعني أننا أمام تقسيم واضح، خاصة وأن هناك عمليات تتحرك باتجاه اتفاقية ستوكهولم، وستوكهولم مرتبطة بالمناطق الشمالية. لذلك على القوى الوطنية في الداخل، على الأحزاب السياسية أن تحدث توازناً، بمعنى أن يكون لها صوت، على الشخصيات الوطنية أن تحدث أن تتحرك في مواقعها. غير ذلك، كما هو حركة سبتمبر في الماضي، غير ذلك سنجد أننا يعني نشعر بالفخر وبالانتشاب أن السعودية يعني هي تخسر بعض من رجالها وتخسر بعض المعدات، ولكن خسارتها في المستقبل عندما يتم استهدافها. نحن الآن من ندفع الخسارة عندما وطن يتقسم إلى جغرافيتين، هويتين وطنيتين، عندما يموت شعبنا 5 سنوات. لو سمعت جملة واحدة، كيف يمكن لنا أن نقبل هذا بعد 5 سنوات من الجوع والتشرد، وثم يذهبون إلى حوارات بعيدا عن السلطة الشرعية؟ هذه سلطة ميتة، عليها أن تتحرك الآن عندما يتم تجاوزها. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا اللواء مستور الأحمري، الخبير العسكري والاستراتيجي، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور لك وضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيادة اللواء. في أي سياق تقرأ تشكيل لجان عسكرية وسياسية بين السعودية والحوثيين لبحث إيقاف الحرب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لم يصدر شيء رسمي بهذا الخصوص، أو إعلان رسمي من قبل المملكة العربية السعودية بأن هناك لجان عسكرية تبحث مع الحوثيين عملية بهذا الشكل. المملكة العربية السعودية توقع ملتزمة بالقرار الدولي، وملتزمة بما تم إعلانه من أهداف للتحالف العربي في اليمن، وبالتشاور مع الحكومة الشرعية، ولا أتوقع أن يكون هناك مفاوضات مع الحوثيين في هذا التوقيت. يعني ربما هناك بعض الأطراف يعني ترسل إشارات، ربما بعض الحوثيين أنفسهم أرسلوا إشارة بأنهم
سيتوقفون عن القصف، ولكن على المملكة العربية السعودية أن تتوقف كذلك. المملكة العربية السعودية لا يهم أن يتوقف القتال أم لا يتوقف، كونها هي قائدة التحالف العربي لديها أهداف محددة بناء عليها قام التحالف، عودة الحكومة الشرعية، كف يد إيران عن اليمن، عودة الحوثيين كحزب سياسي بدون سلاح. هل تحقق أي شيء من هذا دكتور؟ عفوا سيادة اللواء، يعني السعودية قالت قبل 4 سنوات أنها تدخلت في اليمن لإعادة الشرعية وإنهاء الحوثي، لكن اليوم الحوثي أقوى مما كان عليه بكثير والطرف الأضعف هو الشرعية، كيف تفسر هذا التناقض؟ عزيزتي احنا يجب ان يعني نتحدث بتعقل، يعني كان الحوثي يسيطر على تقريبا اليمن كامل، الان هو محصور في صنعاء وفي صعدة، حتى صعدة الان مهددة والتحالف يقترب منها، الكثير من المناطق هي في يد الشرعية وفي يد التحالف. نعم دعنا نكون دقيقين اكثر سيادة اللواء، في يد التحالف نعم، اما في يد الشرعية لا شيء عمليا في يد الشرعية، يعني ما هو الذي بيد الشرعية، يعني أين هي الشرعية؟ لا يجب علينا أن لا نهمش، يعني الحكومة اليمنية ممثلة في الرئيس هادي، ويجب أن نكون واقعيين. المملكة العربية السعودية معروف في سياستها بأنها لا تتجاوز في الأعراف الدبلوماسية، وكل ما يتم في اليمن هو بالتشاور وبالاشتراك مع الشرعية، سواء في القتال أو سواء في المفاوضات اللي مثل ما رأينا الآن تجري ما بين الشرعية وبين المجلس الانتقالي بإشراف المملكة العربية السعودية في جدة للوصول إلى حل سلمي يحفظ ويراقب الدماء بالنسبة لليمنيين، ويوجه المجهود الحربي أو المجهود العسكري ناحية الميليشيات الحوثية. فهناك أدوار، هناك عمليات على الأرض، هناك عمليات سياسية، هناك يتواصل مع المتحدة مع المندوب المتحدة غريفيث، وله جولات ما بين اليمن وما بين المملكة العربية السعودية، ويقابل الحكومة الشرعية، فيجب أن لا نختزل بعض الأمور في بعض نعم لكن في الطرف الآخر سيادة اللواء، هناك تهديد للعمق السعودي، هناك ضربات وصلت لمنشآت حيوية ومطارات، هناك يعني أسلحة تصل للحوثيين عبر داعمهم إيران، هناك العديد من الأشياء التي لا يمكن إغفالها بطرف أو بآخر. أنا أتفق معك، نحن في حالة حرب، وإذا كانت دولة في حالة حرب سواء مع ميليشيات مسلحة سواء مع جيش آخر، سواء هل نتوقع أنه جميع الضربات ستكون منصبة على هذا العدو والطرف الآخر لا يصل شيء؟ هذه يعني مفروغ منها في حالة الحرب وفي حالة القتال، لنتوقع أسوأ الأحوال، أن يحصل هناك ضربات، أن يحصل هناك إطلاق صواريخ، أن يحصل هناك إطلاق طائرات مسيرة. ولا ننسى أنه أكثر من 250 صاروخ تم إسقاطها من قبل التحالف، ولا ننسى أن الطائرات بدون طيار حوالي 200 طائرة تم إسقاطها، وهناك عمليات وصلت. فنحن لن نستطيع أن نخرج الموضوع بكامله في سياق حربي وبالنهاية تكون النتيجة أنه لا إصابات، لا، هي موجودة، هناك تدخل إيراني، هناك تزويد بالأسلحة بالخبراء، هناك يعني كثير من التدخلات في هذا الاتجاه، ولكن أتوقع أن المملكة العربية السعودية هي في صدد تحقيق أهداف التحالف الذي من أجله قام التحالف العربي. نعم، إذن هل هناك ضغوط أمريكية ودولية على الرياض لإيقاف الحرب في اليمن ولو على حساب الشرعية وبقاء الحوثيين كقوة قوية في جانب السعودية أو في جنوب السعودية؟ أنا لم أطلع على مثل هذه الضغوطات، إنما إن هناك مطالبات سواء من الولايات المتحدة سواء من بعض الدول الغربية بمحاولة إيقاف المملكة العربية السعودية نفسها تدعو إلى إيقاف الحرب، الحكومة الشرعية تدعو، ولكن حسب قرار مجلس الأمن الدولي 22/16، حسب مخرجات الحوار الوطني، حسب مبادرة مجلس التعاون على أسس سليمة، الجميع يرغب في السلام، الجميع يرغب أن يتوقف الحرب، لا أحد يرغب في الحرب. هذا التصريح سبق وأن صرح به وزير الخارجية، صرح على لسان قيادة المملكة العربية السعودية، الجميع لا يرغب في الحرب، ولكن عندما يكون هناك تهديد للأمن الوطني وتهديد
لليمن، فأنا أتوقع أنها لن تتوقف الحرب إلا بهذا المخرجات التي تعيد الحق. واسمحي لي، الحوثيين الميليشيات الحوثية كثير من استمعنا تصريحات رسمية بأنه تعود حزب سياسي مثل أي حزب من المكونات اليمنية، وتشارك في الحياة السياسية وتشارك في جميع الأمور في اليمن، ولكن بدون سلاح وبدون تدخل إيراني. هذا هو المطلوب وهذا هو الهدف. نعم، اسمح لي سيادة اللواء، ضيفي عبر سكايب من أمستردام الدكتور عبد الباقي شمساني يود الحديث حول هذا الأمر. تفضل دكتور عبد الباقي، ما هو رأيك؟ أنا أعتقد أن دول التحالف وتحديد المملكة العربية السعودية لم تكف يد إيران عن التدخل في المنطقة، بل كفت يد السلطة الشرعية من ممارسة حقها الأصيل في السيادة. هذا العنصر الأول. السلطة الشرعية أصبحت الآن مجرد مصوغ للوجود السعودي والإماراتي وللأفعال، تعطيها بعدا دوليا أكثر منها سلطة شرعية. الحديث أن الجماعة الحوثي ستتحول إلى حزبا سياسيا هذا وهم، لأن الجماعة الحوثي جماعة عقائدية لا تقبل القسمة على اثنين ولا تستطيع التعايش إلا مع ذاتها، وهي وقرارها بيد مرجعية الولي الفقيه في إيران. العنصر الرابع والمهم الآن، السعودية الآن حتى اللحظة تتوهم أنها تدير المعركة وأن الشعب اليمني لا يدرك هذه الاستراتيجيات. لذلك الآن الذي يريد أن يعالج مسألة الشرق الأوسط لا يذهب إلى الرياض، يذهب إلى إيران. إيران أصبحت الآن تدير المشهد في لبنان، في العراق، في سوريا وفي اليمن. بالتالي كيف يمكن أن تقنعنا السعودية أنه بعد ما يقارب 5 سنوات وسلطتنا في الفنادق؟ كيف يمكن لنا أن تقنعنا السعودية أنها جاءت بكف المد الإيراني وهي غير قادرة على اكتتاب ميليشيات، ونحن نعلم أن جيشنا في تخوم صنعاء لا يستطيع التقدم؟ كيف يمكن أن تقنعنا السعودية أنها جاءت للحفاظ على سيادة اليمن وفقا لبيان التدخل، وهي التي دعمت وغضت الطرف عن انقلاب عدن؟ وكيف يمكن لها دعني أنقل هذه التساؤلات لضيفي عبر الهاتف اللواء مسرور الأحمر. استمعت لحديث دكتور عبد الباقي شمسان، كيف ترد؟ أولا أنا لا أصادر حقه في إبداء رأيه، ولكنه أنا لا أتفق مع كثير من مقالة. الآن إيران ليس لها ذاك التواجد في اليمن، أغلب اليمن الآن وبيد التحالف وبيد الشرعية الإيرانيين. لو ولنفترض أنه لم يقوم التحالف، ولنفترض أنه لم يتم التدخل عسكريا، هل سيكون حال اليمن كما حاله اليوم؟ لا، إنما سيكون إيران منتشرة في كل مكان. الآن إيران محاصرة اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة، من قبل دول الخليج. الآن هناك في تحالفات ضد إيران. التعامل السعودي مع الميليشيات الحوثية تعامل انتقائي عسكري، بحيث أن لا يتم التأثير على المدنيين اليمنيين. المملكة العربية السعودية لم تستخدم سياسة الأرض المحروقة كما استخدمت في سوريا، وإلا لانتهى الموضوع في خلال أشهر معدودة، ولكن تحاول أن تستهدف الأماكن العسكرية ومواقع تواجد هذه الميليشيات. ربما يعني هناك ملاحظة أنه يعاد النظر في عملية التخطيط الاستراتيجي، في عملية الاتجاه. يعني كثير من المحللين العسكريين كانوا يرون أن الاتجاه إلى صنعاء والحديدة هي مفتاح الحل في اليمن، ولكن ربما هناك ما يمنع من تحقيق مثل هذا الأمر، خاصة في الفترات السابقة. وأنا أتوقع أنه لا زال التحالف مصر على أهدافه، وانا يعني اقول يعني عبر شاشتكم الكريمه انه بالنسبه للحكومه الشرعيه ان هي تتمتع بكامل صلاحياتها وبكامل تحركاتها وبكامل، والان في وزراء من الشرعيه انتقلوا الى مارب، وربما تنتقل الى عدن، ربما هناك ان شاء الله امور مبشره. ويجب الا نحمل الامور اكثر مما تحتمل. ويعني عندما يقول احد الاخوان اهداف المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه ليس لها اهداف في اليمن. المملكة العربية السعودية اليمن دولة جارة شقيقة، وهي يعني معها قلبا وقالب حتى تنتهي هذا المشكلة إلى خير إن شاء الله.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك اللواء مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني هل تعتقد أن هذا التقارب السعودي الحوثي تم بضغط دولي على وجه التحديد أمريكا أو الولايات المتحدة؟ مسألة أن بقى الحفاظ على الحوثيين لبقاء سلطة ضعيفة ووجود فاعلين غير الدولة بهدف استراتيجي، أيضا العودة إلى الممرات البحرية بهدف العودة إلى اليمن تحت مكافحة الإرهاب، ووجود عسكري أمريكي بريطاني، وربما أيضا بعض الدول الأوروبية ستتواجد في الجغرافية اليمنية في المستقبل إذا الدولة تم تصنيفها دولة فاشلة وأنها أصبحت هناك كمطلب دولي لحماية الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين. بالتالي هم يضغطون، كلما كانت تتقدم قوات الشرعية كانت تذكرين كانت تتوقف استعابة الحديدة، يضغطون في مواقع محددة، لكن هذا لا يعني أو يبرر للسعودية أنها توقف المعارك أو أنها كان لها هذه الاستراتيجية. هناك توافق كان دولي وإقليمي، السعودية والإمارات لها مصلحة بتقسيم اليمن، لها مصلحة بإضعاف السلطة الشرعية، لها والأوروبيين لهم مصلحة أيضا. لكن الأخطر من كل هذا أن الهدف التالي لليمن هي المملكة العربية السعودية التي الآن يعني تجرع الشعب اليمني هذا الألم الوطني وهذا الجوع وهذا التشرد، والشعب اليمني في المستقبل لن ينسى هذه المواقف التي قابلته. وأقول لضيفك الذي كان في السابق، أقول أنه عدم وجود التحالف العربي في اليمن كان أوفر وأقل ضررا من وجوده الحالي. وتدخل التحالف العربي، ربما لو لم يتدخل التحالف العربي لكان الشعب اليمني تكون ودافع عن ذاته وحافظنا على قدراتنا وشكلنا جماعات وطنية، لكن دخول التحالف جعل السلطة الشرعية وجعل النخب توكل المهمة إلى دول التحالف، ودول التحالف صادرت كل قدرتنا على الفعل، قدرتنا السلطة على القدرة المالية، أضعفت السلطة الشرعية في إدارة شؤون المواطنين، تحكمت في النخب، استدعتها للرياض، كثير من المعطيات. أعتقد أن تدخل التحالف العربي أكبر ضرر من اعتماد الشعب اليمني على ذاته. نحن ارتكبنا كارثة، ورئيس الدولة ارتكب كارثة باستدعاء دول التحالف العربي. مهما كانت الضغوط، الحوثيين كانوا سيواجهون بين الجمهوريين والملكيين، سيواجهون داخل المشروع الوطني بسلاحنا وذاتنا. السعودية الآن جعلتنا نندم، ورئيس الدولة كان بالأحرى به أن بعد استدعاء دول التحالف في فترة محددة إلغاء هذا الاستدعاء، ولكنه استمر باستدعاء دول التحالف. حتى الآن أصبحنا السلطة الشرعية عبارة عن مسوغ للوجود التحالف، مسوغ لهذه الأفعال والجرائم من دول التحالف، مسوغ يهدد مستقبل الشعب اليمني، يهدد سيادته ووحدته وهويته. الآن الشعب اليمني يعيش ما يسمى بالهويات المعقدة والمركبة بفعل تأخير الحسم. وبالتالي أعتقد، وكما قلت في مقدمة اللقاء الحديث، علينا ألا يعني نفقد الوقت الكثير في الحديث أن السعودية ليس لها ما وليس لها مطامع، والإمارات خرجت. الإمارات لن تخرج هذه السعودة. الإمارات يعني أنشأت 90,000 من الميليشيات، زودت، فجرت الخارطة العقائدية بزرع المذهب المدخلي في الخارطة المذهبية، أوجدت لنا، أضعفت السلطة حد افتقادها للقدرة، استدعت الهويات الأولية شمال جنوب، استدعتها وعززتها وأوجدتها بوضوح. ثم ستسلم كما تقول أنها ستعطي المناطق الجنوبية للجيش. الجيش السعودي لن يفعل شيء، سيحمي مؤسسات جغرافية، لكن البناء المجتمعي والجماعات الفاعلة خارج سيطرة السعودية، وستعبر عن مطالبها في المستقبل، وستحاول أن تتحدث عن حق تغيير المصير. لا تستطيع السعودية أن تفعل شيء، خاصة وأنها قد منحتهم شرعية في حوار جدة. كان بالأحرى السلطة الشرعية أن ترفض أي حوار. هي ارتكبت خطأ في عندما ذهبت للحوثيين واعترفت بهم كطرف من أطراف النزاع، ثم الحوثيين لم يصبحوا جماعة انقلابية، وترتكب نفس الخطأ
مع المجلس الانتقالي في الجنوب عندما ذهبت في حوار تحت الضغط وبالتالي منحته الشرعية. وهناك تصريح لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خطير يوضح هذه الرؤية عندما يقول أن المجلس الانتقالي فاعل أساسي ولا يمكن تجاوزه، أي أن السعودية والإمارات قامت بتأثيث الجغرافيا، تأثيث الخارطة الاجتماعية والمذهبية، بإضعاف الجيش الوطني، بإضعاف المؤسسة الأمنية، بفقدان يعني بإضعاف الثقة بين المواطن اليمني وسلطته، بجعل مجلس النواب عبارة عن تجمع فاقد الاقتدار. كل هذا يجعل الفعل السياسي والمقاومة ضعيف. لذلك أنا أدعو من خلال برنامجكم إلى استعادة الفعل المجتمعي. الآن الناس يتحدثون في دولة القانون، وهناك مجتمع القانون، هناك دولة تدافع عن السيادة، وهناك مجتمع يعيد استعادة المبادرة للدفاع عن سيادته، طالما وأننا أمام وضعية السلطة لم تعد قادرة على الدفاع عن سيادة الشعب اليمني. أين نحن النقب؟ أين الأحزاب السياسية هذه؟ أين التشكيلات التي تفرزها الواقع اليمني تحت المعاناة؟ عليها أن تعبر عن رأيها. لا ننتظر من السعودية أن تستعيد صنعاء، بل ستبحث عن مخرج. وهي تعتقد، وأنا أكررها، تعتقد أن الحوثيين هم امتداد لملكيين الستينات. نقول لهم لا، الهدف القادم سيكون حزب الله أو أنصار الله في داخل العمق السعودي، وسوف تستنزفون من البوابة اليمنية. في اليمن الآن ملايين، ربما 200 مليون أو 300 مليون قطعة سلاح، سوف يصدر لكم منها مليون أو 5 مليون قطعة سلاح للداخل السعودي، ستستنزفون. لا. أنتم الآن تجرعون هذا السم، ولكن أنتم من سيعاني منه. لذلك الحديث عن أن دول التحالف الإمارات والسعودية عندما جاءت في إطار الدعوة كان ضررها أكبر من اعتماد الشعب اليمني على الدفاع عن ذاته. إحنا قمنا بما يسمى بعلم الاجتماع بالاتكال على الآخر، وأصبحنا ننتظر من السعودية والإمارات خلال 5 سنوات هي التي تقصف، هي التي تمول، هي التي تتخذ القرار السلم والحرب. أين نحن 25 مليون يمني؟ أين نخبتنا؟ أين ما يسمى بما يفرزه المجتمع من جماعات مقاومة؟ اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا في هذا الحوار الصحفي طالب الحسني عبر الهاتف من بيروت. مساء الخير أستاذ طالب. مساء النور لك وللمجاهدين وللدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك أستاذ طالب. تصريحات ناعمة متبادلة بين الحوثيين والسعودية تتحدث عن إيقاف الحرب وإبرام اتفاق، في أي سياق تقرأ هذه الخطوة؟ الواضح أنه هناك متغيرات من بعد ضربة أرامكو، سواء كانت السعودية اعترفت أنها من اليمن أو من مكان آخر، ولكن الحقيقة التي هي واضحة تماما أن هناك نوع من الاستجابة إلى التهدئة. ولذلك مارتن جريفيث عندما دار العاصمة صنعاء في آخر زيارة له، وحمل حقيقة حمل رسائل من السعودية، وهذه الرسائل تتعلق بالتهدئة التي أعلنت في 20 أغسطس، وتحدث مع رئيس المجلس السياسي العلا ومع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه الأمور تحديدا، يعني بأمور تتعلق بالسعودية. زيارة مارتن جريفيث الأخيرة لم يكن لها علاقة على الإطلاق بالحوار اليمني، كان لها علاقة بالتهدئة مع السعودية. بعد ذلك جاء حديث من السعودية وتصريحات، ولكن الحقيقة الواضحة أن هناك حوار بين السعودية والقوى الوطنية في عمان في مسقط، وهناك رسائل متبادلة، وهناك تسريبات. هذه التسريبات حقيقة أصبحت ملموسة، يعني أنا أقول لك على سبيل المثال اليوم هناك نوع من التجاوب السعودي في الحديدة، هو نوع من الانعكاسات. لم تكن تتجاوب الحديدة السعودية في الحديدة على الإطلاق. اليوم كان هناك توزيع للمراقبين في كل النقاط، بينما كانت السعودية تتعنت طوال السنة. هذا نوع من الانعكاسات. أيضا في الحدود، يعني صحيح السعودية حتى الآن هي تطرح نوع من الشروط، هي تريد نصف هزيمة
وهي لا تريد أن تغلق الحرب بشكل عام، لا تزال تريد أن تكون هناك تهدئة، ولكن في ظل هدنة طويلة تعود إلى العدوان في الوقت الذي تريد هي، وتطرح بعض الشروط. هذا بالحقيقة يعني هذا ما نعم. إذا كيف إن كانت على الطاولة؟ إذن يعني الحوثيون طوال 4 سنوات وهم يعني يقومون بتعبئة الشارع اليمني بأنهم يحاربون ما يسمونه العدوان والشيطان الأكبر وأسوأ الأعداء، واليوم يظهر أن هناك يعني ميل للتصالح معهم. كيف يمكن للحوثيين أن يخرجوا من هذا التناقض أمام الرأي العام؟ الحقيقة ليست عملية تصالح، يعني في النهاية الحوثيون القوى الوطنية بشكل عام لديها هدف من العمليات العسكرية، هي تريد السلام في النهاية، يعني تريد أن يكون هناك سلام، وهي وجدت أنه إذا كانت السعودية هي رأس الحرب فالحوار المباشر معها كان مطلوبا بالضرورة، يعني بحقيقة الأمر طالما أن الهدف هو وقف العدوان على اليمن ليس عملية مصالحة. حتى السعودية عندما تأتي لتفاوض هي لا تفاوض لأنها يعني لا علاقة بالحوثيين أو أنها تريد التسالم والتصالح معهم، هي تحاول لأن هناك عجز، هناك فشل، هناك انهيار للتحالف. اليوم الإمارات تخرج من عدن وتقوم ب يعني حتى بنزع ما كانت تعطيه للأدوات هناك، وهناك متغيرات كثيرة بالنسبة للسعودية، هناك معارك كبيرة يعني بحقيقة الأمر، وأنا أقولها بشكل واضح، يعني عندما انهارت جبهة نجران وجبهة جيزان في الفترة الأخيرة ماذا بقي للسعودية في هذه أهم المعارك كانت تخوضها السعودية للضغط على القوى الوطنية؟ بالتالي السعودية اليوم بعد هذا الفشل ليس لديها إلا أن تقوم بعملية تفاوض وتهدئة وما شابه. هذا أمر ليس له علاقة بالتصالح ولا بالتسالم مع السعودية، له علاقة بأن كل طرف له مصلحة في أن تتوقف الحرب. نعم، إذا ابقى معي أستاذ طالب، نشرك في حوارنا دكتور عبد الباقي ضيفي عبر سكايب. ما رأيك دكتور عبد الباقي بما طرحه الأستاذ طالب؟ أتفق معه إلى حد ما، لكن أنا لا أتحدث عن غالبا أبتعد أن السعودية كما قلت لك في مقطع سابق، هناك حادثة جمال الخاشقجي، هنالك هذه حادثة مهمة، هناك ملف حقوق الإنسان، هناك يعني خذلان الأمريكان للسعودية في المواجهة مع إيران، هناك مشروع الشرق الأوسط، هناك أيضا أزمة الأسرة المالكة السعودية بما قام به ولي العهد من أفعال أدت إلى هيمنته على القرار وإضعاف جماعات أخرى. كل هذه الضغوط والأزمات الاقتصادية وكذلك التدهور الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية أمام الالتزامات المالية، التعامل الأمريكي المترفع عليهم، كل هذه الضغوط جعلت من السعودية فاقدة للفعل، لذلك أنها أزمة دول الخليج، بحيث أصبحت السعودية غير قادرة أن تتحدث أنها قائدة للأمة الإسلامية ولا قائدة لمجلس التعاون الخليجي، قائدة للأمة الإسلامية وهي تقوم بتسييس الحج وباغتيال الصحفيين وبكبت الحريات وبسجن الدعاة، لا تستطيع أن تتحدث أنها قائدة للمجلس التعاون الخليجي وهي قسمت مجلس التعاون الخليجي في توقيت حرج، لا تستطيع أن تتحدث عن الإسلام أو الدولة الإسلامية وهناك 3 كتل دول كبرى إسلامية، تركيا وإيران والسعودية، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان. إذن السعودية ملف اليمني أغرقها صحيح، لكن أغرقها بأيديها. المسألة كانت نحن هناك عسكريين وهناك من قام بالتقدير، الشعب اليمني كان جاهز لابتثاث الحوثيين خلال 4 أشهر بالأخير قبل أن يسيطروا، قبل ما يقوموا تصفية صالح، لكن كانوا هم لهم مصالح استراتيجية. صحيح إن الآن في ورطة، لكن هذه الورطة ليس ناتجة عن الملف اليمني وحده، إنما ناتجة عن أيضا يعني ملف وسبتمبر 2011، هذا الملف و بقاؤه في أمام السلطة التشريعية الأمريكية والحديث عنه من حين لآخر يربك الموقف السعودي. السعودية أمام ضغوط دولية شديدة، أمام ضعف المؤسسات، أمام فشل في مواجهة إيران،
وانسحاب أمريكي، وأيضا المفاوضات الإيرانية الغربية بعيدا عن السعودية. هناك أيضا كثير من الملفات جعلت السعودية دولة حتى تابعة للإمارات، الإمارات تقدمت المشهد، ومن هنا هي في ورطة وفي نوع من غياب الاستراتيجية. لكن نحن لا يهمنا ورطتها، يهمنا أنه كيف يمكن لنا الشعب اليمني أن نعيد استراتيجية بناء على استراتيجية السعودية والإمارات. السعودية والإمارات حققت أي حوار مع الحوثيين، لسنا أي حوار مع الحوثيين يحقق هدفهم: تقسيم اليمن، ضعف السلطة، السيطرة على النخب، البقاء في المنطقة الشرقية. نحن اليمنيين لا يهمنا السعودية الآن، يهمنا الآن كيف يمكن نضع استراتيجية لاستعادة حقنا ولمواجهة استراتيجية إيرانية ومطامع دول التحالف. اسمح لي دكتور أعود فقط لي ليس التحالف، التحالف الثنائي الإماراتي السعودي. نعم أعود إليك طالب. أستاذ طالب، يعني أليس هناك من يتساءل، أليس من الأولى أن يقدم الحوثيون هذه التنازلات لإخوانهم اليمنيون؟ يعني تم رفض أو عدم وصول لاتفاق خلال 4 جولات من المشاورات، يعني عوضا عن ذلك هل يمكن أن يقدموا تنازلات للسعودية؟ الحقيقة يعني لا، يعني لا يمكن على الإطلاق أن نقول أن القوى الوطنية في الداخل، عندما نقول الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام أو حلفائهم والمجلس السياسي الأعلى، يعني لا نستطيع أن نحملهم أنهم لم يمدوا أيديهم إلى السلام. يعني هناك يمكن أن يكون هناك تقديم تنازل، لكن هل عبد الرب منصور هادي يعني والإصلاح وحلفائه يمكن أن يقتربوا هم الآخرين؟ لكن أن يشترط تسليم الرقاب. المشكلة الأساسية هي كانت الاعتراف بشرعية عبد الرب منصور هادي. يعني إذا كان هذا هو الشرط الوحيد يعني الذي يتمسك به عبد الرب منصور هادي ومن وراءه السعودية، من وراءه السعودية هو فقط، لا يمكن أن يلتقوا. يعني هذا شرط يعني فيه الكثير من الكثير من التعمق، يعني لأنه أيضا يعقبه تسليم السلاح، يعقبه الانسحاب من المدن، يعقبه الكثير من الأمور. باعتقاد أي طرف يعني سيطر على الأرض، أنا لا أتحدث هنا عن أنه يعني مسألة تعجيزات أو أنه يفرض على الطرف الآخر بقوة السلاح. الآن يعني لو عدنا إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، رغم أنها جاءت بعد أحداث 21 سبتمبر بعد الثورة، من وجهة نظر القوى الوطنية وأنا أعتقد أنها ثورة، ومن وجهة نظر الطرف الآخر ما يقولون أنه انقلاب. بعد هذه الأحداث كان هناك اتفاق السلم والشراكة، والله وأصدقكم القول يعني بكل صراحة، هناك ضغوط سعودية كانت على عبد الرب منصور هادي لتقديم الاستقالة وإدخال اليمن إلى الفراغ، ثم كانوا يعتقدون أن الحرب ستكون سهلة، وهذه حقيقة. يعني نحن إخوة، نعم ربما لم يعد أحد يشك إخوة، وعلينا أن نعترف. نعم ربما لم يعد أحد يشك بنوايا السعودية بعدم استقرار سعودية اليمن، لكن في نفس الوقت يعني ليس الطرف بما من تسميهم القوى الوطنية يعني حمائم سلام إلى هذا الحد. نعلم أن اتفاق السلم والشراكة لم يأتي، ليسوا حمائم سلام. ليسوا حمائم سلام، وأقول كذلك ليسوا حمائم سلام، والكل قد يكون أخطأ، لكن الارتهان والذهاب إلى طلب العدوان السعودي، بينما السعودية حقيقة يعني في نهاية المطاف هي تريد مصالحها. يعني حتى لو أظهرت ودا باتجاه عبد الرب منصور هادي باتجاه الإصلاح حينها في الفترة الماضية، ولكن الحقيقة هي تريد مصالحها. هذا ما يقال اليوم بشكل عالمي. يعني كان لابد من إعادة الأمور إلى الداخل. نعم. لم يكن، يعني أنا أتذكر دائما ما قاله جمال بن عمر في آخر إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، وأدرك إلى أي مدى كان الذهاب إلى السعودية وإلى الإمارات وطلب التدخل العسكري خطأ بادحا. كان يجب أن نعم للأسف لم يعد لدي المزيد من الوقت. رعاية الأمم المتحدة. نعم شكرا جزيلا لك أخ طالب الحسني الصحفي من بيروت، كنت معنا عبر الهاتف. كما هو لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من
أمستردام. وشكري الجزيل لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.